البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات انخفاض قيمة الدينار على معيشة السكان من أبرز المشاكل التي تعاني منها محافظة واصل. في جنبات السوق تبدو المشكلة أوضح، حيث يشتكي أصحاب المحال التجارية والمخابز وغيرها من تراجع المبيعات وقلة إقبال الزبائن لشراء المنتجات المحلية، يقابله غياب الدعم الحكومي لمفردات البطاقة التموينية، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الركود في السوق. الطحين صاعد زين، يعني عبر الى 40، فبالتالي يعني احنا المتضرر الاول والمواطن اللي هو المتضرر الثاني. قبل كنا نبيع 8000، انه صار 7000، هسه حاليا جاي نبيع 6000. والله كنا ناخذ 10000 وب 12000 وب 8، هسه صار 6000. يا بس سبب يقول الطحين، الحنطه غاليه، طحين ماكو. يعني هسه اليوم ايش قد بالشهر؟ اليوم 13 وما موزعين حصه، بعد يمتى يوزعون؟ هسه انا اليوم ادور على 10 كيلوات طحين ماكو. توقف قطاعي الزراعه والصناعه في واسط دفع الاف الشباب لارتياد المقاهي، لا سيما الخريجون. ماكو، قله الشغل، والناس قابلت التواصل الاجتماعي، واللي يظل يلتهي، وصارت معامل عندك ايش قد مقفوله. افتح انت صناعه، طلعت افتريت على معمل، شفت معمل، استثمرت معمل، سويت شيء جديد. كما ان انخفاض قيمه الدينار فاقم معاناه الطبقه الفقيره وحرمهم من توفير ما يحتاجونه هم وعائلاتهم. من بعد ما ارتفع سعر صرف الدولار الى 149 اثرت سلبا على المواطن، بحيث يصعب عليه شراء اي حاجه، قام الراتب ما يكفي. تعرف انت اليوم يعني الوسط الواسطي مو كله يعني موظفين، اكو ناس يعني عايشه كسبه، واكو ناس على متقاعدين، وهذا فقام يصعب عليه الشراء. وبجانب مشكلات البطالة وغلاء المعيشة وتوقف الصناعة والزراعة، يعاني سكان واسط من مشاكل بنفس الأهمية، مثل تدهور قطاعي الصحة والتعليم وتهالك شبكة الطرق والمجاري، ملفات وضعت على طاولة الحكومة منذ سنوات لتكون حبيسة رفوف المسؤولين الغارقين بالفساد وبالمصالح الشخصية.